اليوم 28 من سبتمبر أيلول الثاني من شهر رمضان الكريم. 8 أيام باتت تفصل مصر عن معركتها الكبرى لاستعادة الأرض من العدو. في ذلك اليوم أبرزت عناوين الصحف الاهتمام المصري والعربي بخطاب الرئيس السادات في الذكرى 3 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر. محمد حسن هيكل رئيس تحرير الأهرام آنذاك كتب في مقاله بصراحة أن عبد الناصر هو رمز لحركة التحرر الوطني. وفي الأخبار سلط موسى الصبري رئيس تحريرها الضوء على مناقشة طلبة جامعة عين شمس فكر عبد الناصر ومبادئ الثورة 23 من يوليو تموز. كما تتابعت أخبار الصحف عن الاحتفالات التي تقيمها الجامعات والمحافظات والمؤسسات بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. لم تكن الذكرى وحدها، فقد تنوعت أخبار الشأن المحلي، ومن بينها قرار الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية حينذاك الانتهاء من صرف الإعانات المقررة لأبناء المهجرين من أبناء محافظة القناة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر تشرين الأول. وعلى الساحة الدولية ومن داخل الأمم المتحدة، طالب مندوب يوغوسلافيا بمعاقبة إسرائيل، وأعلن أن الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هو الانسحاب الكامل من الأراضي العربية. ولم تكترث إسرائيل بأي إدانات أو مناشدات. وتناولت الأهرام سفر أوركسترا القاهرة السيمفوني للعزف خارج مصر برفقة فريق الأوبرا الإيطالي في موسمه الذي يقام في لبنان. وأعلنت الأخبار عرض مسرحية العم النبيل لمحمود المليجي على مسرح زكي طليمات. وفي الإسكندرية وعلى مسرح سيد درويش تعرض مسرحية ابن مين فيهم لأشرف عبد الغفور وإبراهيم الشامي. أما في الشأن الرياضي فقد غطت الصحف في ذلك اليوم فوز الزمالك على دمياط بنتيجة ثقيلة ب6 أهداف مقابل هدفين، لكن أحدا من المتابعين لم يدر بخلده أن نصرا عظيما ينتظر المصريين بعد 8 أيام.